ليكم فيديو جديده سيغ ما شين يوتيوب. انا عارفه خلاتكم، ولكن ما تخلعوا ما تدهشوا، في التالي غادي تجيبكم النتيجه. بون، كيما شفتوا في العنوان ديال الفيديو، وين تبانا كيما شفتوا في العنوان ديال الفيديو، اليوم انا معروضه لواحد العرس، وقررت انني قلت علاش لا ما نشاركش معكم كيفاش غادي نتوجد، شنو غادي نلبس، شنو غادي ندير في الميك اب وكل شيء. فا يا اون جيت ريدي ويذ مي للموروكان ويدينغ. سو يا انا فرحانه بزاف ومتحمسه انني نصور لكم هذا الفيديو. سو هنايا درت هاد الفليكسي رودز هادو باش ندير ويفي غلام هير. من بعد الى صدقات، اول مره غادي نجربهم، الى صدقت لي هاد اللعيبه من بعد ندير لكم فيديو ونوريكم كيفاش ديروا تصاوبوا شعركم بلا ما تحرقوه بلا بلاك ولا يعني بلا ليسو حتى بلا بوكلو. سو اول حاجه غادي نديرها هي غادي نحيد بوكلو السحل وغادي نحيد بها الارتفاع صافا. فوالا كيما شفتوا، حاولت انني نحيد التبواق حيت يلاه فقدت شويه، المهم فقدت شويه البارح. هادو خداو لي الوقت بزاف حيت كيما قلت لكم اول مره نديرهم سوك ساعات كنشد ليهم السيستم كيفاش يندارو. ايوا يا اختي داو لي كاع وقتي ونسيت بكري. سو دابا غادي ندوزو ليدغاتاسيون. نتوما عارفين ليدغاتاسيون مهمه بزاف قبل ما تبداو ديروا الميك اب، هي كيما نقولوا لا باز. دونك غادي ندير هنايا هاد لي كوفر وشاركت معكم في الفيديو في مشكل. بالنسبه للميك اب غادي نعتمد واحد الميك اب اللي هو سامبل حيت انا عزيز عليا لا سامبليسيتي، كيعجبني هكا ما نديرش مكياج شارجي بزاف. حيت كما تكونوا شفتوا لاحظتوها فيا دائما ما كنبغيش نكثر الميك اب، كيعجبني بزاف هذاك لو لوك، يعني ميك اب نو ميك اب نعتمدو في اي بلاصه صراحه، في العراسات ميم فاش يكون عندي شي شو ولا شي حاجه دائما كنعتمد سيمبل ميك اب. سو غادي جو بونس نخدم عينيا عاد غادي نخدم لو تان. فا يا مهم انا راني دايره ديجا اكستنشنز، دايره الشفار وكيهنيوكم صراحه بالماسكارا. دونك بالنسبه للاي شادو، اولا غادي نفرشها على عيني كامله. هاد لاباليت ديال هدى بيوتي غنخلط كارما، هاد كارما وهاد الكافيه. نزيدكم شويه لعندي وغادي ندير عاوتاني لا ميم شوز هنا. فوالا دابا غادي ندوزو لا كولور الاساس ديال هادي كتكون طيب مع اللي قبل شفتو. المهم هادشي راه غادي يتريكل دونت وري. بالنسبه للاريزي اللي اختاريت انني نديرو فوق عيني هو هذا، المهم بحال ما عجبنيش انا
Thank you.